السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة أولى إعدادي، إن شاء الله النهاردة هنشرح قواعد الوحدة السادسة اللي هي آخر وحدة في الترم الثاني إن شاء الله. طيب، أول حاجة بتقابلني تأنيث الصفات. تأنيث الصفات أو الألوان. الألوان بتعامل معاملة الصفات، فيها مؤنث ومذكر. طيب بص معايا كده، الألوان دي هنقسمها مجموعة اتنين تلاتة. ليه تلات مجموعات؟ أنا لما باجي أصلا أحول أي كلمة من مذكر لمؤنث بضيف لها حرف الإيه، زي مثلا كلمة بوتي صغير، عايزة أخليها صغيرة هتبقى بوتيت، ضفت لها حرف الإيه وهكذا. تمام، يبقى أول مجموعة ألوان عندي اللي هي بنحولها من مذكر لمؤنث بنضيف لها حرف الاو. فيغ تبقى فيغ، نواغ تبقى نواغ، غري تبقى غريز، بلو تبقى بلو. دول المذكر ودول المؤنث. طب لو الصفه اصلا هي في المذكر منتهيه بالاو بعلامه التانيث دي، يبقى تنزل زي ما هي، مش هنضيف حاجه. يعني جون هي هي جون، مفيش اي تغيير في السبيلنج. غوز هي هي غوز، غوج هي هي غوج، أورانج هي هي أورانج. تمام، يبقى المجموعة الأولى دي كده هسميها كده، المجموعة الأولى مالها؟ دي المذكر لما جينا نحوله إلى مؤنث ضفنا حرف الأو. طيب المجموعة التانية مالها؟ المجموعة التانية أصلا المذكر منتهي بحرف الأو، هنضيف له حاجة؟ لا، هيفضل زي ما هو. طيب المجموعة التالتة دي مجموعة الألوان الشاذة، هما لونين، لون البلا الابيض المؤنث بتاعه بيكون بلانش بيضاء، وفيولي بيكون المؤنث بتاعه فيولت. هاجي بقى هنا عند اخر لون هيكون وحش الالوان. ليه بنقول عليه وحش الالوان؟ لان اللون ده المذكر بتاعه اللي هو اللون البني ماغو. طب بص كده على اخره مفيش حرف او، ازود؟ لا مش هيقبل. يعني تيجي تحوله مؤنث وتضيف له حرف او مش هيقبله. يعني المذكر بتاعه زي المؤنث بتاعه وكمان من غير ما اضيف له حرف الاو، يبقى ماغو هي هي ماغو. وعلى فكره اللون ده كمان جمع المذكر بتاعه ماغو، ما بنضيفش اس، لا ما بنضيفش اس، وجمع المؤنث بتاعه ماغو. عارفين كلمه السر في اللون البني ايه؟ ماغو 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 ماغو. يعني ايه؟ يعني المذكر بتاعه زي المؤنث بتاعه نفس السبيلنج، مفيش اي تغيير ولا اضافات ولا اي حاجه، والجمع المذكر بتاعه زي جمع المؤنث بتاعه. فاللون ده هو لون بتاع الامتحانات يعني. تمام، تاني نقول سريعا كده، احنا قسمنا الالوان لثلاث مجموعات او اربع مجموعات. المجموعه الاولى اللي هي مش منتهيه بحرف الاي في المذكر فبنضيف لها ايه عشان نخليها مؤنث، بدل ما هي اخضر خليتها خضراء، اسود سوداء وهكذا. طيب المجموعه الثانيه دي بتكون فيها الالوان دي منتهيه اصلا بحرف الاي، المؤنث ايه؟ زي ما هو. طيب الالوان الشاذه عندي لون البلان ولون فيولي اللي هو الابيض والبنفسجي، البلان مؤنثها بلانش وفيولي مؤنثها فيولات. اللون الماغو وحش الالوان لا يتغير عند التانيث، ماغو هي هي ماغو. طيب بعد كده عندي المواد الخام اللي بيتصنع منها الملابس، وعنوان الوحده دي كانت اسمها ليفيتمو الملابس. طيب المواد الخام اللي بنصنع منها اللي هي الماتيير اللي هي بالانجلش ماتيريال. طيب دي بقى أنا عايزة أقول بالعربي كده، الفستان ده مصنوع من الصوف. كلمة المن دي اللي هتتحط قبل الماتيريال أو قبل الماتير هتكون حرف جر آ. طب مصنوع من الحرير، يبقى أحط حرف جر آ. طب خلينا نشوف كده حرف جر آ. هنا أنكتو، القطن والحرير والجينز والصوف مثلا، دي كلها ماتير، مادة الصنة. الخامة اللي مصنوع منها اللبس بتاعنا، يبقى هقول انكوتو جي بورت ان شيميز انكوتو، انا بلبس او برتدي قميص من القطن. جي بورت ان شيميز ان سوا من الحرير. جي بورت ان شيميز ان جين، انا بلبس بنطلون من الجينز ان جين، انا بلبس بنطلون من الصوف ان لين. يبقى مادة الصنع اللي هي الماتيير بتاخد حرف جر ا. طب افرض دلوقتي انا عايزه اوصف لك شكل اللبس من ناحيه انه مثلا القماش بتاعه اللون بقى او التصميم او الشكل كروهات مشجر منقط مقلم،
لا، في الحالة دي بنستخدم حرف الجر أكثر. أبوا منقط، أفليغ مشجر، أكاغو من الكروهات، أغيوغ اللي هو مقلم، ما عدا كلمة سادة، ودي برضو بتوصف الشكل أو التصميم أو الرسم. سادة القماش ده السادة ده بقى لا يسبق بأي حاجة، هو سادة وبتبقى الأداة قدامه سادة. يعني إيه؟ يعني مفيش أداة. تمام، زي الإكزامبل ده، إلمي أن بانتالون أوني، هو يرتدي بنطلون سادة. لا قال لي بقى أن أوني ولا أوني، لا كلمة أوني سادة، وهي سادة لا تسبق بأي حرف جر. بعد كده عندي التعبيرات، الطلب لطلب التعبير، أقصد التعبير عن الرأي. التعبير عن الرأي، خلي لي بالك من رأس السؤال ده، لأن ده اللي بيقابلك في المواقف، بيجيبوا لك كده مع تغيير تصريفات بس، بدل ما يقول لك اكسبريمي يقول لك تي اكسبريم. أنت بتعبر عن تون اوبينيون سيغ ان فيتمون في ملبس. طيب لو أنا بعبر عن إن الملبس ده أو الرأي ده أنا بستحسنه، يعني الحاجة عجباني، هستخدم التعبيرات دي. لو مش عجباني هنستخدم دول. طب تعبيرات الإعجاب أو الاستحسان، جيم أكيد فيرب إيمي هيبقى موجود، جيم بوكو أحبه كثيرا، ممكن أقول لك جيم بوكو سي بانتالون. طيب هذا يناسبك، دلوقتي زميلك أو صديقك لابس بنطلون بيقول لك إيه رأيك في البنطلون ده؟ ها؟ هتقول له أه لايق عليك جدا، هذا يناسبك، ساتيف ساتيف أبيان. طيب هذا الموديل اللي يعجبني، سو موديل مي بلي، الموديل ده بيعجبني. هذه الموديلات تعجبني في الجمع سي موديل مي بلاس، الفيرب ده فيرب عادي بيتصرف مع المفرد والجمع. عكسها تماما عدم الاستحسان اللي هو لو انا ما بحبش الحاجه هحط النفي، جي نيم با مثلا سي دروب، ما بحبش الفستان ده، سانيتي فابيا مثلا البنطلون ده سانيتي فابيا مش لايق عليك، لا يناسبك. سي موديل نيمي بلا نيمي بلي با، الموديل ده ما بيعجبنيش، او في الجمع الموديلات دي ما بتعجبنيش، سي موديل نيمي بليس با. يبقى ده كده تعبير الاستحسان وعدم الاستحسان، بتيجي في اسئله المواقف. طيب بعد كده احنا كنا اخدنا في الفيديو السابق تصريف الفيرب دوت، وقلنا مع بعض مع فيديو الكلمات والمواقف. تمام، طيب هو الفيرب ده في المصدر او في المضارع بيكون تصريفاته زي ما احنا شايفين كده، بس في صيغه تانية بتكون اكثر ادبا. بدل ما بقول انا اي وونت ماشي، فكاني بقولها ايه، انا من فضلك أريد، يعني بقول صيغة جي فودغي ديت لطلب الشيء بصيغة الأكثر أدبا. تمام، جي فودغي وبحط بعديها اسم الشيء اللي أنا هطلب. تمام، فهو جايب لك الفيرب ده في تصريفاته في المضارع، وجايب لك الصيغة دي بنشوفها كتير جدا جدا في طلب الأشياء. أنا حاولت إن أنا أجمع الجميع الجرامير في فيديو واحد عشان ما يكونش فيه تشتت، وعشان هي الوحدة دي أصلا الجرامير بتاعها مش كتير. بعد كده عندي فيرب بوفوار، قريناه برضو في الفيديو اللي قبل كده. طيب بوفوار ده في البريزون مضارع. طب لو عايز استخدم الفيرب ده، وهو من الافعال اللي بتستخدم في طلب خدمه، بمعنى كان يو بالانجلش، يعني هل يمكنك ان. تمام، فانا بستخدمه يا اما باستخدام جو بو عادي زي جو بو اسايسي تروب سيلفو بلي، من فضلك اريد قياس هذا الفستان لو سمحت في صيغه سؤال. ممكن اقول له فو بوفي مي دوني ان كرافات روج، ممكن استخدمه مع حضرتك، فو حضرتك هل يمكن حضرتك ان انت تديني كرافته حمراء. تمام، يبقى صيغه فو بوفي، وقبل كده كنا واخدين صيغه يعني احنا عشان نطلب اشياء بطريقه مهذبه، هقول جو فودغي او هقول فو بوفي، فو بوفي، وبعدين حد استخدم مي او اما بوستوف، فو بوفي مثلا مي دوني سي تروب سيلفو بلي، هل يمكنك ان تعطيني هذا الفستان من فضلك. وممكن اكتب هنا كده، بصوا معايا كده يا شباب، ممكن اقول فو بوفي، دي كلها صيغ للطلبات بطريقه مهذبه، فو بوفي، بدل ما احط مي هحط اما بوستوف لو جاي فيرب زي ابورتي، وهو فعل بادئ بحرف فويل، حرف فويل. طب خلي بالك من حاجه كده،
الفعل الأولاني لما بتصرف الفعل التاني بيجي مصدر. لا يوجد فعلين مصرفين في نفس الجملة في اللغة الفرنسية. تمام، يبقى je voudrais، صيغة je voudrais، وصيغة vous pouvez me أو vous pouvez em apostrophe هو جيب الفيرب اللي بعدها، دي صيغ بطلبها للطلب بطريقة مؤدبة. طيب احنا طبعا قلنا المواقف قبل كده في فيديو سابق، كده خلصنا جميع جرامير الوحدة الثالثة، هي سهلة جدا مفيهاش جرامير كتير، كلها معتمدة على التأنيث والتذكير وعلى وصف المواد المصنوع منها الملابس وعلى الشكل بتاع الملابس وبس، تهتم بحفظ الكلمات والمذكر والمؤنث. ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل فيه حل جميع تدريبات الوحدة السادسة، وكلها بتكون موجودة في البلاي ليست بتاعت اولى اعدادي عشان ترجع لها بسهولة. يلا يا شباب اقول لكم ميرسي بوكو اي او ريفوار.